ويسجل التاريخ بكلمات من نور ان مصر عزيزه بابنائها قويه بمؤسساتها شامخه بقواتها المسلحه وفخوره بتضحيات ابنائها ان ما حققته مصر في حرب اكتوبر المجيده سيظل ابدا سيظل ابدا الدهر شاهدا على قوه اراده الشعب المصري وكفاءة قواته المسلحة وقدرة المصريين على التخطيط الدقيق والتنفيذ المحكم. السيدات والسادة، يأتي احتفالنا هذا العام بذكرى نصر أكتوبر المجيد في ظرف بالغ الدقة في تاريخ منطقتنا التي تموج بأحداث دامية متصاعدة تعصف بمقدرات شعوبها وتهدد امن وسلامه بلدانها. وياتي هذا وياتي التصعيد الاقليمي وسط اجواء من الترقب على المستوى الدولي تذكرنا بما حققه المصريون بالتماسك وتحمل الصعاب من اجل بناء قوتنا المسلحه للحفاظ على سلامه هذا الوطن الغالي وتبديد اي اوهام لدى اي طرف.